وللتعرف أكثر على أوضاع المعتقلين في سجون العراق ومعاناتهم التي طبعا تصادف مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلالين الأمريكي والإيراني في العراق السيد علي القيصي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله بكم. أهلا بكم أستاذ علي. يحيي العالم اليوم اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أين يقف العراق في تصنيف الدول التي تحد من التعذيب في سجونها؟ لا شك أن العراق يقع الآن يعني يحتل المركز الأول في قائمة الدول التي يعاني المعتقلين فيها من شتى أنواع التعذيب وأسوأ أنواع التعذيب، وهذا ما اتفقت عليه كل المنظمات الدولية بتقاريرها، سواء منظمات دولية خاصة أو منظمات دولية يعني مرتبطة بالأمم المتحدة وغيرها. للأسف الوضع في العراق من سيء إلى أسوأ، وكل ما يحدث في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان سواء يعني على مدى الحكومات المتعاقبة تتحمل يعني هو ناتج طبيعي من عملية سياسية مشوهة تبنى على أساس ثأري وانتقامي وطائفي وعرقي وغيره. نحن الآن يعني نتمنى أن هذه الرسالة من خلالكم توصل، دعم ومساندة ضحايا التعذيب لا يتم لهم شخصيا فقط. أنا من خلال التواصل مع العوائل المعتقلين، مع آلاف العوائل من المعتقلين، أتمنى أن يعني من الميسورين في العراق أن ينظروا إلى أطفال المعتقلين، هؤلاء أيتام من نوع آخر، يعني يعاملون، أتمنى أن يعاملونهم معاملة ويقدموا السند والمساعدة وحتى الدعم الغذائي والمالي وما يحتاجون أطفال المعتقلين، لأنه الوضع المعتقلين في العراق للأسف يعني أستاذ علي ولا سيما في غياب مؤسسات تعنى بأبناء المعتقلين الذين يغيبون لسنوات طويلة. ما الأسباب التي أدت في المقابل إلى وصول العراق إلى هذا التصنيف الذي تفضلتم به بين الدول التي تستخدم التعذيب في سجونها؟ الأسباب واضحة. أولا السبب الأساسي لكل مآسي العراق هو الاحتلال الأمريكي الذي ولى ميليشيات، ويعني علينا أن نتذكر أنه هذا اللي يحدث في العراق ليس وليد الصدفة، هذا عمل ممنهج من الاحتلال بالتعاون مع الاحتلال الآخر الأمريكي. ما يجري الذي أوصل الأمور إلى هذه الحالة السيئة في العراق هو الإفلات من العقاب أولا، ثانيا غياب الجهات التي يعني خصوصا التي تدعي أنها تمثل الغالبية من المعتقلين. هذه الجهات الآن تسطر على مناصب، تسطر على حتى يعني هذه التقارير التي تصدر من البرلمان ومن هيئة حقوق الإنسان في البرلمان تصدر للإعلام، لكنهم لا يعطونها إلى جهات حكومة، يعني مثلا هذه التقارير لا تزود بها الأمم المتحدة ولا تزود بها المنظمات الدولية المعنية في هذا الأمر. ونحن نرى في كثير من الأحيان أن هذه فيها نوع من النفاق. بعدين علينا أن نتذكر أن هيئة حقوق الإنسان في العراق هي هيئة مكونة من الأحزاب، في حين يعني مع الملاحظات الكثيرة وعدم اعترافنا بهذا الدستور، الدستور ينص على أن هيئة حقوق الإنسان هيئة يجب أن تكون مستقلة، يعني منفصلة عن الجهات الحكومية والأحزاب، هيئة مستقلة يعني تعمل في مجال المعارضة للوضع في العراق، وهي ليست كذلك الآن. يعني أستاذ علي، إلى أي مدى ساهمت الميليشيات في هذا التصنيف المتقدم للعراق بين الدول التي تستخدم التعذيب؟ أستطيع القول بأن الميليشيات ساهمت بنسبة 99%، هذا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه أجهزة الجيش والشرطة والأجهزة العسكرية كلها مخترقة من الميليشيات، وكلها تتصرف على أساس طائفي وعرقي ولا تعترف بالقوانين الوضعية الموجودة. الميليشيات تمتلك يعني خزين من الأحقاد والانفلات وعمليات الابتزاز، ما يتعرض إلى الآن يعني المعتقلين وعوائلهم من عمليات الابتزاز. الميليشيات لا تبني دولة
وعلى أمريكا التي أتت بهؤلاء والآن يعني تختلف معهم، عليها أن تدرك على أنها هذه الميليشيات لا يمكن أن تبني دولة. نعم. وهنا أريد أستغل يعني قناتكم أوجه رسالة مهمة، بين فترة وأخرى تسرب قوائم بأسماء معتقلين أو بأسماء مفقودين بحجة يعني كلما خصوصا كلما رفعنا الأصوات ويا المنظمات الدولية نطالب بمصير كشف مصير المغيبين، يتم تسريب قوائم. أنا أتمنى على الناشطين والحقوقيين والإعلاميين وكل الجهات المعنية بالأمر أن تتوخى الحذر من هذه القوائم وتدقق في مصداقيتها. هناك قوائم ثبت لدينا أن هناك قوائم تسرب بنية خبيثة لغرض إسكات الأصوات، نعم، أو لغرض إرباك الناس أو ابتزازهم. نعم، في نصف دقيقة لو سمحت، على الرغم من وجود هذه القوائم التي تقوم مراكز حقوقية بتقديمها للجهات المعنية، لكن الحكومة لا تتحرك باتجاه التحقيق من الأمر ومحاولة الإفراج عنها، لماذا؟ في نصف دقيقة لو سمحت. الحكومة لم تكن في يوم من الأيام جزء من الحل لملف حقوق الإنسان في العراق. نعم. الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 حتى اليوم جزء من المشكلة، وهي المسبب الأساسي بقتل وتعذيب المعتقلين جزء من سواء الحل. بأيدي نعم. أزلامها شكراً. أو الميليشيات التي تقدم لها الغطاء. شكرا لك أستاذ علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلالين الأمريكي والإيراني، كنت معنا من برلين.